بسم الله الرحمن الرحيم، كيف حالكم يا شباب؟ النهارده هنكمل اللي احنا كنا بنتكلم عليه امس يا شباب. احنا امبارح بدأنا في حاجة اسمها النسخ الاحتياطي الباك اب. ايه هو النسخ الاحتياطي؟ يعني ايه الباك اب؟ يعني ايه فائدته؟ قلنا النسخ الاحتياطي دي من طرق او الطرق الحماية للبيانات بتاعتك عشان تحمي البيانات بتاعتك من الهاكر، الاختراق، التعديل، تشفير. لو حد مثلا يخش يشفر لك البيانات او ملفات او حاجه مهمه، فانت بتعمل باك اب او نسخه احتياطيه ليها، بحيث ان لو حصل حاجه للنسخه الاساسيه يبقى عندك نسخه احتياطيه للحاجات المهمه دي. فطبعا النسخ الاحتياطي الطبيعي للملفات العاديه مثلا زي الصور والالعاب والحاجات دي، لو عايز تعملها ممكن تجيب فلاشه تضيفها كل شويه تحطها في حته تانيه كده. لا اما في طرق تانيه زي ما قلنا، وبالذات للبرامج، لان الابلكيشن او البرامج ما ينفعش فيها الطريقه دي. احنا قلنا ايه؟ لو انت بتتكلم في الويندوز مثلا، في الويندوز بتاعك العادي، قلنا امبارح، وتروح للوحده التحكم مثلا او كده، هتلاقي حاجه اسمها النسخ الاحتياطي. النسخ الاحتياطي ده عشان تشغله لازم تكون مشغله عشان يعمل اللي انا بقول عليه ده، فلازم تدوس عليها النسخ الاحتياطي والاستعاده. اهو هتدوس عليها هتطلع لك شاشه، الشاشه دي تقدر تعمل منها نسخ احتياطي للكمبيوتر بتاعك كله، مش الويندوز بس. يعني انت ممكن تعمل نسخ احتياطي للكمبيوتر باكمله. تمام؟ ازاي؟ اهو بتعمل زي ما قلت امبارح، بتعمل حاجه اسمها انشاء نسخة احتياطية، الطريقة اللي أنا شرحتها امبارح، أو تعمل أهو تبقى ظاهرة هنا أهو خلاص. لو مش ظاهرة زي ما شرحت امبارح، في حاجة اسمها إنشاء استعادة نسخة احتياطي، بتدوس عليها. طبعا هي مش مظبوطة، أنا عايزين نعمل الأساس، عايزين نعمل احنا نسخة، حدد نسخة احتياطية. لأ، إيقاف إنشاء، إنشاء صورة نظام. طبعا سوري، مش كريم، اسمين جدا، دي القديمة. انت عايز تعمل واحدة جديدة او كده، او نسخة احتياطي تاني، ممكن كده، بس ده القديم. لو دوست دلوقتي هو هيحمل عليه، بس انا شرحت امبارح الطريقة اللي تقدر تعمل بيها نسخة احتياطية. هو كده بيكمل، احنا مش عايزينه يكمل، احنا كنا عايزين. طيب، في طريقة، مشكلين جدا، خيارات. دي اللي كان بيظهر لك امبارح لو انت عملته اول مره، وانا جبته دلوقتي عملته ازاي. في حاجه اسمها اهو ديت خيارات اللي بتظهر لك دي. دي لو انت عايز تعمل تغيير في الاعدادات بس. انت لو في الاساس قلنا امبارح او تحدد المكان اللي هتنسخ فيه، ويفضل ما يكونش على الايه، على الهارد ده. يعني ده انت هتنسخ السي، واحد يقول لي يعني انت هتنسخ الكمبيوتر كله؟ لو عايز تنسخ الهارد، يعني الهاردات كلها، تجيب هارد خارجي. لكن الاساس والاهم هو ده اللي عليه ملفات السيستم والحاجات دي كلها. لو انت عايز تنسخ الاثنين دول براحتك، الكمبيوتر بالكامل، بس تجيب حاجه خارجيه. الهارد ده ما ينفعش تنسخ، يعني ينفع، ما ينفعش تنسخ كله كامل مع بعض. يعني ما ينفعش تحط في السي مثلا وانت هتنسخ السي، ما ينفعش في الدي وانت هتعمل نسخ احتياطي للدي. لو عايز تنسخ بقى الهارد بالكامل لازم تجيب هارد بره، ويفضل اعمل تعمل النسخ في هارد بره او حاجه احتياطيه، او على الشبكه في السيرفر لو عندك الشبكه. خلاص، اول حاجه مثلا حددته جوه هنا في الهارد اللي هو السيحه من هنا، وقلنا التالي، وقلت تعمل حاجه اسمها السماح للاختيار عشان تغير الاعدادات. لا اما تعمل دي هو يعمل الاعدادات هو براحته، لكن عملت دي انت هتظبط الحاجه بايدك. هتنسخ ايه ومش هتنسخ ايه؟ طبعا هشيل دي بقى عشان هي دي اللي كانت عامله حجم كبير، اللهم صل على النبي عليها، في المستقبل. طبعا اللي انت هتنسخه، نسيت اقول لكم حاجه امبارح، اي ملف او مجلد من دول هتعمله، لو ضفت حاجه فيها جديده دي كل يوم، اما يجي يعمل هو باك اب احتياطي او نسخ احتياطي يوميا زي ما انت مظبطه، يوميا اسبوعيا، الحاجه الجديده دي هتتضاف في النسخه. فانت لما بتعلم مثلا على بروجرام فايل، انت نزلت برنامج جديد، بروجرام فايل ده مجلد اللي فيه البرامج، انت نزلت برنامج جديد، لما يجي يعمل نسخ البرنامج الجديد ده هيضيفه في النسخه الاحتياطيه الجديده، وهكذا. هو الميزه في النسخه الاحتياطيه اللي بيوفر عليك لو انت عملت حاجه جديده، ضفت حاجه جديده تعمل. طبعا اهو بعد ما بعلم على اللي انا عايزه، انا عايز انزل ايه في السي، لو عايز السي كله اعلم على دي، لو عايز ينزل السي كله ورايح دماغي ده، وادوس التالي. طبعا هيقول لي مثلا الجدول الزمني زي ما شرحت وقلت قبل كده، ده يعني كل مره هيعمل باك اب للنسخه دي كل قد ايه. لان دلوقتي هيعمل باك اب ليه؟ هيعمل نسخ احتياطي بس، ممكن مثلا بعد يومين تنزل حاجه جديده، بعد 3 ايام تنزل حاجه جديده،
برنامج، ملف وورد، اكسل، حاجه جديده تحطها في السي، انت عايز تضفن بحيث انت تعرف تسترجعها تاني لو حصل حاجه، حصل فيروس بتاعك، فبتعمل تغيير الجدول وتخليها انت عايزه يعمل النسخ ده، التعديل ده، كل النسخ الاحتياطي ده كل يعمل اسبوع تلقائي من نفسه، يعني دي معناها من نفسه، او يومي او شهري زي ما انت عايز. لو عايز مثلا يوميا الساعه كام يعملها لك الساعه كام، لا اما تقول له لا مش عايزك تعمله تلقائي من نفسه، انا كل لما اجي اعملها اعملها بنفسي، انا عايزك تنسخ دلوقتي والنسخه دي تسيبها على جنب، لو حبيت انا انسخ تاني عليها هقول لك. تمام، بس الافضل ان انت تعمل دي وينسخ هو كل فتره، عشان انت بتنسى، البني ادمين بتنسى، فما تكونش قعدت فتره مثلا زي من شهر عملت حاجات كتير، نزلت برامج، نزلت حاجات جديده وانت ما اتنسختش، ما اتنسختش، فتيجي تعمل ترجع النسخه تلاقيها ما فيهاش الحاجات الجديده دي. تمام، ودوس موافق زي ما قلت امبارح، ودوس حفظ ونهاية الاعدادات والانهاء. لو دوست حفظ الاعدادات والانهاء هيعمل نسخ، واول ما يخلص النسخ هتظهر لك زي العاده هنا اهو، تروح كده في الاستعاده تاني في ممكن لوحه التحكم برضو، عايز تجيبها من لوحه التحكم برضو اهو، هنا النسخ الاحتياطي والاستعاده دي، ولو عايز تعمل لها استعاده تعمل استعاده وتحدد مكانها، او تستعرض كافه الملفات ويستعرض لك الملفات من المكان اللي انت عملته او كده. ده قلناه، دي بتعملها لو انت عايز تعمل نسخه، وعشان قدام الويندوز ضرب، الويندوز حصل فيه حاجه، في ملفات اتشفرت زي ما انا قلت كده، يعني بقى فيها اكواد وانت مش عارف ترجعها، فالنسخ الاحتياطي ده مفيد في كده، ان انت كل يوم هو يعمل الكمبيوتر لوحده تلقائي. دلوقتي انا عملتها كل يوم، هو هيجي الساعه 7 لو ضفت حاجه جديده هينسخ، كل يوم كل يوم هو لوحده كده يضيف، مش هضطر بقى انا اعمل الحوار ده تاني، عشان انا عامل اهو معدل زمني كل يوم الساعه 7. تمام، فده فايدة النسخ الاحتياطي اللي احنا قلناه امبارح. طبعا في حاجة بقى مهمة، هل النسخ الاحتياطي ده السؤال المهم بيحصل له اختراق او فيروس او كده؟ لا، النسخ الاحتياطي احنا بنعمله الملف بتاع النسخ الاحتياطي، الملف اللي بينزل اهو لو شفت شكله ده ملف عمره ما يتفيروس او يحصل له اي حاجة، هو ده بينزل في الدقيقة، ده مستحالة يتعمل له يتفيروس او كده. بس الحاجة المهمة اللي لازم تعرفها، انت معدل التغيير اللي هيعمله دلوقتي، يعني انت مثلا عامل ان هو يعمل نسخ احتياطي يوميا، لو عامل المعدل ده يومي، عشان كده في ناس ما بتحبوش يومي، في ناس بتحبه اسبوعي. ليه؟ لو انت عامله يومي وفي يوم الجهاز دخله فيروس، الجهاز دخله ايه؟ فيروس، ايه اللي يحصل؟ هيعمل نسخ للفيروس ده جوه النسخة، هينسخ الفيروسات دي اللي هي في السي في النسخة بتاعت النسخة الاحتياطي اللي هنا، هينسخ. فلما تيجي تعمل استعادة هتعمل استعادة للفيروسات اللي هو نسخ، فهو ده ما بيحصلوش اختراق ولا بيتفيرس. لكن لو انت عملت نسخ للفيروسات هينسخ، لو عمل نسخ الملفات بتاعت اللي هي اللي فيها اللي اتشفرت هيتعمل. واحد يقول لي طب الفايدة في كده ايه؟ الفايدة في كده بقى، ركزوا معايا، قصدي الحل بتاع الموضوع ده ازاي؟ الحل بتاع الموضوع ده الانواع بتاعت النسخ الاحتياطي. ايه ده؟ النسخ الاحتياطي ليه انواع؟ ركزوا معايا في الحتة دي، في انواع للنسخ الاحتياطي. هل واحد يقول لي هل بحددها من هنا؟ لا، النسخ الاحتياطي بتاع الويندوز بشكل كبير بتطبق فيه افضل نوع فيهم، الويندوز العادي. لكن لو انت هتعمل سيرفر، ايه ده؟ خدوا بالكم طريقة عمل نسخ احتياطي لشركات كبيرة سيرفر او كده ما بيبقاش عندهم الويندوز اللي انت شايفه ده. عايز تعمل نسخ احتياطي لجهاز سيرفر لو السيرفرات، فبيبقى في عليه ويندوز سيرفر، حاجة اسمها ويندوز سيرفر، نسخ اسمها ويندوز سيرفر، فيها الانواع اللي انا هقولها دي. ركزوا معايا، النسخ الاحتياطي في منه انواع، في نوع افضلهم اللي انا سائل عليه شويه من شويه، ايه اللي افضلهم دلوقتي؟ انا عملت نسخ احتياطي وده اللي بيطبق هنا دلوقتي، في ده بيطبق فيه. لو انا عملت نسخ احتياطي للملفات دي والحاجات دي، الصور والالعاب والحاجات دي، انا عملت النسخ احتياطي ليه؟ حلو تمام، لو جه بكره الساعه 7 عمل نسخ احتياطي تاني، يعني جه يشتغل، مش هو تلقائي هيشتغل من نفسه وهيعمل باك اب، اول ما هيشتغل ويعمل باك اب هيعمل باك اب لايه؟ هيعمل باك اب مش لكل السي كله تاني، معلش مش هيعمل السي كله تاني، امال هيعمل ايه؟
هيعمل للملفات الجديدة، للحاجات الجديدة، الحاجات الجديدة خلاص. فلو في ملفات جديدة هينسخها، هي الملفات القديمة هيسيبها زي ما هي، لو حصل بس فيها تعديل هيعدل فيها، لكن هيسيبها زي ما هي لو ما تعدلش، لو انت ما عدلتش فيها، بحيث ان هو ما ينسخش عليها. فمثلا لو هي كانت عندك انت اتفيرست، الفيروس عندك الناحية التانية، فايه اللي هيحصل لما تعمل استعادة؟ هينزل ملفات اللي هي كانت فيها، بس الملفات التانية ما اتضرتش. واحد يقول لي ايه الفايدة؟ الفايدة ان في الموضوع كده في السيرفرات الكبيرة، لو حصل ان الجهاز او الزر، وانت برضه الكمبيوتر عندك، لو الجهاز بتاعك فيروس وانت مش عارف تسيطر على الجهاز، في خلل او ملفاتك اتشفرت، اللي انا بقول لك اللي الناس تلاقي فيه شباب كده وكده، اللي هي بتوع الهاكر، اللي يقول لك ايه، يقفل لك الملف الوورد او الاكسل او كده ويشفره لك، يقول لك ايه عشان تفك الشفره حط ادفع لي وهات الكود، اللي هي الحاجات دي منتشره. انت بقى دي هتتفادى؟ مش هتحصل لك. مش هتحصل لك ليه؟ انت دلوقتي لو نسخت الملفات دي، عملت لها نسخ احتياطي، خلاص هي اتنسخت اتضافت، لو في حاجة جديدة ضفتها هي اللي هينسخها بس على النسخ الاحتياطي، لكن القديم زي ما هو. فلو الناس بقى الهاكر دول جم شفروا الملفات القديمة دي، أما تيجي تعمل استعادة خلاص هيستعيد الملفات، هيستعيد الملفات قبل التشفير، قبل ما يشفروها، لأن هو بيعمل نسخ احتياطي بيضيف الملفات الجديدة أو الحاجة الجديدة أو التعديلات اللي انت بتضيفها بس في الملفات، والملفات نفسها ما بتتشفرش اذا ولا بتتفيرس، لا بتتشفر ولا بتتفيرس. طيب واحد يقول لي طب لو الملفات بقى اللي انت بتضيفها دي كانت متفيرسه، خلاص متفيرسه بس هو ضافها، ايه اللي هيحصل؟ اما بتيجي تعمل استعاده الفيروس ما بقاش شغال، الفيروس بيشتغل بمجرد ما تشغله، يعني هو شغال بيشغل. لو انت في فيروسات خلاص مجرد شغلت الملف يشتغل، لكن لو انت منزل الفيروس وما دوستش عليه ما شغلتوش ما يشتغلش. فانت لو عايز لقيت الكمبيوتر بتاعك فيروس او حصل له حاجه من الحاجات موضوع فيروس ده، ما بتعمل استعاده بينزل خلاص، حتى لو في فيروسات الفيروس كان عامل لها باك، اول ما بتعمل استعاده الصح بقى في الشركات اللي بتروح جايب انتي فيروس محترم، بيجيبوا انتي فيروس محترم ويعمل سكان، يعمل بي سكان، يعمل فحص، اللي يحصل يفحص انت ما شغلتوش، بدل ما شغلتوش يبقى لسه ايه القديم ما اتصابش، يجيب لك بقى اللي هو اللي يقدر يمسكه وخلاص. لكن لو الجهاز بتاعك فيروس وجبت انت برنامج انت فيروس بعد ما اتفيروس، بيبقى في مشكله، بيبقى صعب ان انت لكن الاستعاده دي لو عملت استعاده ورحت منزل الانتي فيروس يقدر يمسك الفيروس ويشيله بقى، وهتلاقي ان الفيروسات ما صابتش كل الملفات. ايه ده؟ الملفات القديمه اللي انت عملتها باك اب من زمان زي ما هي، مجرد بس بيغير التعديل، ما بيشيلهاش ويحط، لا. ودي ميزه الباك اب، دي ميزه الباك اب في الاحداث دي، في الحاجات دي، عشان كده قلنا مفيد في حوار بتاع. طيب اللي انا بقوله ده، اللي انا قلته دلوقتي ده بيتطبق على الويندوز العادي، لكن بقى في السيرفر، ويندوز سيرفر يعني ويندوزات السيرفر اللي هي السيرفرات، لا في انواع، في انواع. يعني ايه انواع؟ ما هو الانواع بقى بتختلف حسب انت البيانات اللي هتضيفها على السيرفر دي ايه ومدى الحمايه. ايه الانواع بتاعت النسخ الاحتياطي؟ تعالوا نشوفها. اول نوع، وده النوع الصعب جدا، اللي هو اللي انا بقول فيه يعني ممكن تعمله بس ايه يعني مش كويس، عشان خاطر اللي انا قلته دلوقتي، لو انت في ملفات فيروست او باظت او حصلت حاجه، فلما تيجي تعمل نسخ تاني هيشيلها ويحط دي مكانها. ايه ده؟ ده اسمه النسخ الاحتياطي الكامل، فول باك اب. خلاص النوع ده من النسخ الاحتياطي زي ما انت قاري كده، زي ما هو مكتوب لك او بيكتب لك، هو بيشيل النسخه كلها ويحط واحده جديده، مش بيعمل تعديل او بيضيف الجديد زي ما قلت من شويه، لا ده بيمسح وبعدين ينسخ. عشان كده ده النوع الصعب شويه، يعني مش حلو،
خلاص. بص بيقول لك نجري عملية نسخ كاملة في الأول من شهر مش عارف ايه. ماشي، نجري عملية نسخ في الأول. ماشي، ونسخ. بيعمل نسخ كامل. هو هنا طبعا بيقول لك ان انت ممكن تقسمه، خلاص ممكن تخلي مرة كل مرة لوحدها، بس ده مش مفيد عشان بيعمل مسح. مسح يعني بيشيل ويحط، خلاص. ده بيسموه الفول باك اب او النسخ الكامل، او بيسموه النسخ العادي. ايه ده؟ ركزوا معايا، ده النسخ الكامل او النسخ العادي، فول باك اب او بيسموه نسخ عادي، نورمال باك اب. ليه؟ ده اول نوع نسخ اخترعوه ولسه موجود، انت بتختاره في ناس بيستخدموه في حالات كده معينه. ده وظيفته ايه؟ ده حضرتك انا عملت النسخه، بكره لما يجي يعمل يعني يوميا اللي انا عاملها دي، اشوفه انا هشرحها على دي عشان تفهم. لما يجي تاني يوم، يجي تاني يوم الساعه 7 يعمل نسخ، يعمل ايه؟ ينسخ على، يعني ينسخ بالكامل، يمسح الجديد يحط يعني يمسح القديم ويحط الجديد. طبعا ده مش حلو قوي زي ما قلت من شويه، عشان خاطر خلاص بينسخ كده كل حاجه، حتى اللي حصل فيه ضرر ممكن ينسخه تاني. انا عايز، لا انا عايزه ما ينسخش اللي انا نسخته قبل كده، ينسخ التغييرات بس. فده بينسخ خلاص، بينسخ خلاص كل الملفات، بياخد الملفات كلها تاني وينسخها تاني. طبعا بتاخد وقت وتحميل اكتر، الموضوع ده بياخد وقت وتحميل اكتر. ده النوع الاولاني. طيب النوع التاني يا شباب خلاص اسمه التفاضلي او التخالفي. خلاص ده النوع ده، النوع التفاضلي والتخالفي ده اللي انا لسه قايل عليه، وده الافضل من حيث كده، اللي هو ايه؟ بيعمل مقارنة. لما يجي يعمل نسخ يعمل مقارنة، بيعمل حاجة اسمها علامات، او بيحط ماركر او علامات على الملفات. ايه ده؟ هو بيحدد بقى، اجي بكره لما يجي بكره يعمل نسخ، مش بيضيف اللي هو اتعمل له، اللي اتعمل له خلاص، اللي اتعمل له خلاص، في ملف اتعمل له نسخ قبل كده خلاص، ايه الجديد؟ لو في جديد هو اللي يضيفه بس. يعني بيقارن كده، الملف ده اتعمل له؟ لا ما اتعملوش، اعمل اضيف على النسخه الملف ده، البرنامج ده جديد مش موجود احطه، خلاص البرنامج ده جديد احطه، خلاص تمام. ده اسمه التفاضلي، خلاص ده افضل من اللي فوق، ده افضل من الايه؟ من اللي هو الكامل. طيب في النوع التاني بقى اسمه التزايدي. التزايدي ده زي ما تقول كده ايه، بيعملوه عشان يتفادوا اللي فوق ده شويه، بس هو افضل واحد فيهم طبعا التفاضلي والتخالفي، ده افضل واحد زي ما قلنا. النسخ الاحتياطي التزايدي ده زي ما تقول كده ايه، افضل من فوق شويه. ده بيعملوه خلاص يا شباب عشان زي ما تقول كده يعني ايه، لقى مثلا علامه، لقى في يعني لقى الملف ده موجود قبل كده، حلو الملف ده موجود قبل كده خلاص، انا عايز انسخ تاني، انسخ تاني ايه؟ انسخ عليه؟ لا خلاص، انسخ عليه لا خلاص، هضيف ملف تاني معدل، او هضيف عليه التعديل حسب ما انت هتختار، لا اما تعدلها لا اما ملف تاني زيه، لا اما تعدلها لا اما ملف تاني زيه. واحد يقول لي طب فايدتها ايه؟ فايدتها ان انت بقى بيجيب لك تواريخ، لما بتيجي تعمل ريستور لدوت كده، هو بيوضح لك هنا امثله عشان تفهم. لما بيجي يعمل هنا ريستور استعاده، ماخد برده كل واحده من دول، لما تيجي تعمل استعاده بيبقى فيه اختلاف يعني، فاهم؟ كله هنا ده لما تيجي تعمل له استعاده، خلاص هو بيشرح لك انا بيجي تعمل استعاده ريستور، يعني بيقول او اليوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، الاختلاف اللي ما بينهم التغير، بس ما فيش تغيير في الملفات، هيرجع لك الملفات زي كانت الاول، لانه يعني بينسخ كله مره واحده، بينسخ كله بالكامل. لكن ده بيبقى فيه اختلاف، يعني هتعمل اسطول للتاريخ الفلاني هتلاقي التاريخ الفلاني خلاص في الملفات ما اتعدلتش، في ملفات جديده بس ما اتعدلتش. التزايدي دوت مثلا لا، هتيجي تعمل نسخ مثلا للتاريخ القديم او الواحد اتعمل فيه، هيبقى مختلف تماما عن اخر واحد، من حيث كمان الملفات معينه كمان، يعني مثلا لو ملف اسمه محمد هنا، ملف اللي اسمه احمد هنا في تعديلات، او ممكن في واحد زيه، واحد تاني زيه عامله عشان ده،
فالتزايدي ده لو في تعديل، لو انت عايز تعمل تعديل، يعني لو انت عايز كحاجة تفرقهم عن بعض عشان ممكن الناس ما تفهمش، عايز تفرقهم. الكامل ده بيعمل مسخ ونسخ، بيسموها كده العملية، بيسموا العملية كده لفظ كده، مسح ونسخ. مسح ونسخ يعني ايه؟ مسح ونسخ يعني بيمسح البيانات القديمة وينسخ الجديد، كل يوم يمسح القديم وينسخ الجديد، يمسح القديم وينسخ الجديد، يمسح بالكامل. ده بيعمل عملية مسح وبعدين نسخ كل يوم. لكن النسخ الاحتياطي التفاضلي ده ما بيعملش مسح، بيعمل نسخ بدون تعديل، بدون تعديل. يعني ايه بدون تعديل؟ يعني لو لقى ملف موجود قبل كده خلاص مش هنسخه، انا هنسخ الملف الجديد خلاص. تمام. التزايدي ده بقى لا، نسخ وتعديل، بيسموها كده عملية نسخ وتعديل. يعني ايه؟ بيشوف الجديد المتعدل الملف، لو فيه تعديل بيضيف التعديل في ملف تاني احتياطي. يعني ده عندك ده وعندك ده، لو انت عايز بالتاريخ ياخد بالك بالتاريخ، عشان بيجيب لك، هو بيجيب لك التاريخ يوم فلان يوم فلان، بيجيب لك تواريخ عشان ما تبقاش على الموضوع يعني ايه خلاص. وكمان بيضيف الجديد، يعني ده بيسموه نسخ وتعديل. يعني ده انا مسح مسح ونسخ، بيعمل مسح ونسخ، ده ما بيعملش مسح، بيعمل نسخ بس من غير تعديل. لكن ده ما بيعملش مسح بس بيعمل نسخ وتعديل، بينسخ الحاجة الجديدة ويعدل في القديم أو يعمل نسخة جديدة للقديم مع الزيادة اللي فيه، مع الحاجة الزيادة اللي فيه. تمام. ده التلات أنواع يا شباب بتوع النسخ الاحتياطي، دول التلات أنواع بتوع النسخ الاحتياطي. طبعا عندكم في الكتاب هو الراجل يعني ده ما تقول كده ايه عامل نوعين في نوعين، بس النوعين دول ما يعتبروش يعني، يعني مش كده مش نوعين. يعني في حاجة اسمها النسخ اليومي، النسخ اليومي ده مش نوع في تعديله بتاع ده، عملية العملية نفسها اسمها النسخ اليومي خلاص. تمام. في حاجة اسمها النسخ، النسخ في نوع اسمه النسخ، النسخ النسخ النسخ، بس هو الثلاث انواع المهمين لو السلام هم دول، بس هشرح بناء عليه. هو النسخ اليومي، النسخ اليومي هو كل دول، بس ان انت كل يوم تعمل عملية نسخ. بس هو في الكتاب بيتكلمها من ناحية تانية، ان هو ما بيبحث ولا بيمحس ولا بيمسح خلاص. هو طبعا قايلها بطريقة غريبة كده، وعامل هنا طبعا، بس هو الثلاث انواع اللي موجودين في النسخ الاحتياطي الثلاثة دول، الفول باك اب او النسخ العادي، والتفاضلي او التخلفي خلاص، او التزايدي. دول الثلاث انواع اللي بيتعمل ليهم نسخ احتياطي. النسخ الاحتياطي معتمد على الثلاث انواع دول. طيب طبعا مفروض بعد كده بنبدأ نشوف طريقة عمل النسخ الاحتياطي. احنا انا وريت لكم طريقة عمل النسخ الاحتياطي المفروض علينا يعني، وعدد جدولتها. طبعا عملية الاستعادة شفناها برضو، المفروض تعمل ازاي عملية الاستعادة. في حاجة تانية يا شباب، في استعادة النظام بس. يعني انا دلوقتي عامل استعادة للملفات كلها، في حاجة اسمها استعادة النظام بس بتتسمى استوردات. في حاجة اسمها استعادة النظام بس. ايه استعادة النظام؟ استعادة النظام يعني بيعمل لك استعادة للملفات بتاعت الويندوز لو فيها خلل بس، ودي بتعتمد برضو عن الكمبيوتر نفسه كل يوم بيعمل هو ملف استرداد. يعني انت بتعمل له كده ويقول لك اعمل نسخ احتياطي، قول له التالي. بيقعد يبحث كده ويشوف السيستم ده للسيستم بس، لملفات النظام بس الويندوز، عشان لو الويندوز حصل في خلل وكده لوحده. لكن اللي انا عملته اللي في شوية ده اللي انا كنت بعمله ده اسمه ملف لكل حاجة للويندوز. ويوي مين الافضل؟ طبعا الافضل، طبعا هو هياخد وقت شوية عشان اقول حل. الافضل مش ده، الافضل ان انت تعمل النسخ اللي هو ده النسخ الافضل اللي هو الكامل اللي هو بينسخ الاحتياطي الملفات كلها، السيستم والويندوز وكله كله 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 بينسخ كله. تمام. ده يا شباب
درس استعادة النظام أو الباك اب، النسخة الاحتياطي والباك اب. ده الدرس بتاع الباك اب والنسخة الاحتياطي. هنقف لحد كده، الأنواع إيه؟ إحنا بس اتكلمنا على أنواعه، خلاص؟ أنواعه إيه؟ هو إيه؟ وظيفته إيه؟ لازمته إيه؟ وهنقف بس في الفيديو كده. طبعا مع بكرة هناخد حاجة اسمها التحكم في الوصول، قوائم التحكم، الاكسس ليست، حاجة اسمها الاكسس ليست، قوائم الاكسس ليست. قوائم الاكسس ليست دي يعني زي ما تقول كده ايه، محتاجة فهم شوية لانها فيها جزء عملي، بس مش هتشرحها، عملي هشرحها لكم كده نظريا تفهموها. وكده نكون قربنا لسه الفيروس ده. طيب بكرة عندك شرح قائم التحكم او الاكسس ليست، هنقف بس لحد هنا.